شراه؟ اقفل الباب. ما شوف التصفيط شلون يصير. تعلمي شوية شوية. انت شوية تعلمي من عندها شوية تعلمي. والله بيكم بقناتنا، شلونكم اصدقائي؟ ان شاء الله تكونون بألف خير. طبعا سرى اختارت ان نسوي روتيننا اليوم الجمعة العائلي بحت راح يكون وياكم. مثل ما قال علي اليوم راح نسوي روتيننا اليوم الجمعة، طبعا يعني ايش راح ناكل وايش راح نشرب وشلون راح نطبخ وشلون راح نقضي النهار كامل بالتفصيل. اذا انتم جديدين على هاي القناة لا تنسون باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. لين ما حد ما يذكركم بس اني مريم وين نايمه يابي؟ طبعا بس اقول لكم شغله، صورنا الفيديو وكملنا ونهينا ونسينا احنا انه ما مسوي لكم مقدمه مع الاسف. واخيرا مريم نامت بغرفتها مدى دقائق قعدوها. مريم هاي منو؟ صباح الخير. صباح الخير، شنو هاي فيديو؟ اي والله دا نصور اليوم. عذرينا مريم، عندنا تصوير. كنت قاعده؟ كنت قاعدة. وليش لعد ليش ما تقومين تحكين وياني؟ ليش ما تقومين تحاكينا؟ كنت قاعدة بس اريد امدد شوية بفراسي فحسيت بنعاس. اي شلون النوم وشلون هنا اليوم بالغرفة مالتك؟ حلوة بس شتوية. شتوية يعني حائي اجواء الشتاء. شتوي. بس لا الطماطم المفضلة. اي الطماطم البيض لازم يعني اساسي بيوم الجمعه. طبعا اليوم يوم جمعه، زين وجمعه مباركه عليكم. واقول لكم اليوم بسمعون انتم الاثنين، لكم انت وبنتك، اليوم روتين اليوم الجمعه العائلي العراقي البحت. زين اليوم تنظيف تركيب، انا اسوي شغل انت تكملين شغلك. نتغدى؟ ها نتغدى يعني كله من الصبح مثل ما نقول الليل المغرب ويانه اليوم يوم الجمعه. زين جاهزين؟ جاهزين. انا ابويا دائما يساعد ماما. اسالوا مريم اذا انا كنت بسالهم دائما اساعد. زين انا اشيل الاكياسه وانا وانت تفتح الريوق. انا افتح الريوق، انا اجهز الريوق. اي يعني دائما انا اساعد سرى، دائما اساعد سرى. اسم الله اي دائما انا مريم تصحى تغسل لها المواعين مثلا. انا البارحه غسلت لها المواعين بدون ساعدتي. شفتوا اي وهي قاعده هنا رجل على رجل كل شيء ما تسوي. يا هلا يا هلا بالمعدله. مع الورده. يا الله هاي انا صفطتها مريم، يلا حياتي. بالبالكونه. خيرا لا 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 سرى هاي لا لا سرد اطلع الصينيه مستحيل. يا هلا بالمعدل يا هلا. ريوق مالتنا طبعا سرى لازم تقلب بالتليفون قبل كل شيء. زينه سرى وحبيبتي ورا الريوق ايش راح نسوي؟ الفراسنا والنام. هاي شنو؟ اكيد راح ننام. طبعا قبل كل شيء قامت تنطر اقدم لكم، بعد ولا سدوا البالكون الشمسيات مالتهم فقامت تنطر الدنيا 20 فصل باليوم مو 4 فصل. وهسه يا عقل الباحه كانت نار، اليوم شوي بيها برود احس. طبعا بصراحة أنا اليوم كلش زعلان لأن مريم قاعدة مو يمي، قاعدة هناك وأكو واحدة بنصنا قاعدة ما مرغوب بيها. قصدي ما أسراوي الوردة ما نبيت بس مريم مكروهة من الكلام. سمليت البطن؟ أي والله الحمد لله والشكر. الحمد لله والشكر. يلا يلا مريم ساعدي ماما. لا لعبتك ايش تسوي سرى؟ ما شاء حتى تفتار قدام البنكة؟ نانا هسه بلشت بعملية الغسل مال المواعين، بس عيني ترى مو بس انت تنظفين، عندك بنية همينة بالغرفة قاعدة ترتب. زين لعد روح روح شوفها. خلي روح اشوفها. قال بالغرفة شنو؟ احترمي نفسك من تحكين على مريم. زين غالية اللي يحكون عليها. يا هل يمه يمه لك نادرة يمه في دول تنظل ايش تسوين حبيبتي؟ لا شو اسمه؟ شنو اسمه؟ تشرشف؟ تشرشف اي اي عفية. لا عاد شلون امك تحكي عليك تقول مريم ما ترتب؟ ها؟ يا يمه ضا هاي عاد على اساس اطلع من غرفتي. يا سرى اطلع من غرفتي، اقفل الباب هسه. سرى اقفل الباب. سرى لحقي لي. شكو؟ طردتني تقولي لي اطلع، ما تقول لي اطلع من غرفتي. مارينا خلي يساعدني هاي غرفتي. يلا من ينظف لك اياها؟ هذا هي وصفه. انا انظفها اعوفها خليها تنظف. هذا نشوفها راح تنظفها زين.
سراب طردنا. هاي بنتك. هاي بنتك سويتي؟ انا سويت الغرفه. انا سويت وينها؟ وينها؟ انا صوتي سويت الغرفه هاي. انا صوتي سويت هاي الغرفه. ان اذا توصلين لغرفتنا اذا تجينا لغرفتي تخنزرين علي. هاي يعني سرا سرا تعدلي سرا تعبت. اذا تجين لغرفتنا يا مريم زين انا من عندي عضلات ولا كتلك زين اذا تجين لغرفتنا سرا جدي سرا جدي بيت هاي بتك هاي بتك ام كيفه بتك انت ام كيفه تبتك هاي خلاص وينها ليش ايش ذا تسوي حياتي انا نظف البنكه وما دا يجينا هوا لا مو بدا دموها يعني ايش ذا تسوي لها طيني راح تغسل السيم وانت انت احسن من مريم زين مريم انا اصلا ما احبها انت ملكه البيت ملكه المنزل خل راح اشوف بنتي ايش ذا تسوي سرا خير ان شاء الله سويتي خربت غرفتي وعدت البطاريه وروحها هسه ما تدري من ورا تعبتي من لين رتبت تعال سرد نشوفها مع الترتيب مال بنتك هذا ترتيب شنو هذا الترتيب عاد خز اصلا الغرفه هاي افتح الجام خلت تهوى افتح الجام حبيبتي لازم نفتح الجام لا انا ريحتي مو طيبه ريحتش طيبه ريحتش طيبه حتى يجي اكسجين جديد للغرفه اوكي يلا اوكي اتفقنا السرى اللي قالت لكم علي راح يجي بصف الكنتور هذا هو هي توصل وان شاء الله راح نشد الهيا وهم اللي يطلع بالتصوير بس مو اليوم لو شفتين شد اقول لك ناخذه لنا ليش نشده هم صدق خلنا نعرف يا عمو يا عمو صارت عركه صارت عركه دساعدك البنيه دساعدك مو بس على اساس تعرفين ترتبين شوف النداره شوفي شوف التصفيط ما شوف التصفيط شلون يصير تعلمي شويه انت شويه تعلمي من عندها شويه تعلمي ثاني ما عندي مكان يلا حطي لي هدوم هنا انا همينه ايش تسوي ليش تتحارش اهو حطي لي هدومه بالكنتور هذا مال هاي البنيه هنا ام القمل سدت الكنتور وقفلته وقفل حارس على الكنتور ما تخلينا خلي هدومه وياك متكم فيكم كلها كل هدومي حاطتها قدومه كل قدومه هي حاطه كل هي متكفي الكنتور هالكبراتي ما يكفي ها ما يكفي مرحلة التبخير سرى نظفت النهاية كل جمعة طبعا هاي الأجواء مالتنا اي فوق راس مريم فوق راس مريم جديدين على هاي القناة لا تنسونا باللايك والاشتراك تفعيل زر الجرس ما حد يذكركم بس مريم بس مريم اي بخري مريم هيك هيك حتى يصير بها ريحة بخور طيبة اي اي بسم الله بسم الله اذن لازم نروح نصلي صلاة الظهر الفنجان مهذني والقلاص ب 100 دولار رجعيهن سرا ولا اريدك ولا اريد القهوه ولا اريد زين قبل الغداء هاي القهوه اللي قبل الغداء هاي لازم انا وعلي يوميا نشرب فنجان ولا فنجان اي والله يخبل باعوها ها هاي شنو سرا هاي شنو هاي الفيك الجديده ما يتحك الراس يلا بلا شلون مساج الشعر شلون يصير وا العراق بيوم الجمعة يا دولمة يا سمك يا مقلوبة يا برياني لازم دني الأكلات الأساسية اليوم سرى قالت وأنا قلت لها أصلا أنا ومريم من البارحة لازم نسوي غدا شنو نسوي سمك وتمن أحمر طبعا هذا السمك هسه تقولون أنت تجي يمه شكرا شكرا لك مريم هسه السمك لونه برتقالي هذا السمك التركي يسموه سلمون أصل ليمونة وسن ثوم زين وشوية ملح وهنا أنا عصارة ليمونتين زين وهنا أنا عندنا دبس الرمان ومعجون وكتشب كتشب زين. ما عندي فتعال خلي اشوفكم اياها ناخذ هذا المعجون مريم شو تقولين راح تطلع طيبه راح تطلع واذا عندكم شويه كتشب حار بارد همينه قلت لكم ما مخلصه كتشب همينه عادي ترهم هذا الليمون اديره هنا
وجبس الرمان تصير كلش طيبة. جربوها وقولوا لي شنو رأيك. شلون جمالي وجمال مريم يعني هيك شيء يطلع السمك. طبعا هواي ناس يكتبوا لي شلون طعم الثوم خاف يبين من خوفين بطعم الثوم. بالعكس طعم الثوم ابد ما راح يبين ما يبين يعني شيء راقي يطلع. بس انا وعادي كنا داخلين بمشكله يقول لي هذا غير يتقصقص السنون يعني شلون اوخر لك يا سؤال لازم اجيب ملقطه واخر سلسله. لا ليش ما نزين الاسنان هذين ليش ما نزين الهي ماكو منا وقت مره يسوون وصلتي بالخبطه. اي هسه مثل ما قلت لكم صارت الخبطه والقوام بهذا الشكل. هسه نجي شو نسوي. اي هسه نجي نخلي السمكه تستوي نص استواء بالفرن. تفتحون الفوق والجو يعني تشوفوها شبه بدت تستوي. نجي نخلي فوقها هاي الصلصه او يصيحون كل البيت تعالوا ما تعالوا نظف الفضورات ويا زين. انا كل شيء طوني اشتغل بس تقولوا لي نفي فضورات. يمكن تليفوني ديدوك تليفوني ديدوك سوى عمر اركب الخطر ولا تكم يا اخو مو نسيتوها ما لحقت تنسي. لا ما نسيت طبعا. والسمكه بعد ما تغير لونها شويه للابيض استوت. شوفوا هني جي هسه نخلي فوقها الصلصه. تبغين شرح حياتك؟ لا دا اريدها تتشبع كلها بالصلصه. وراها ايش راح نحطه؟ وراها نخلي بصل وطماطه. هاي اكيد هاي الشغلات الكل يحبها. نصفط هيجي معدله معدله. لا لا سراوي ولا بالاكل سراوي معروفه دوليا يعني بالاكل دوليا. ليش عالي شفتني كانت تطلع مسابقات. ارجعها للفرن اخليها الماء تتقسب كله وهذا يعني تشرب السمكه تصير كلش طيبه. جربوها. يلا خلينا نشوف بعد ما تستوي. السمكه يوم الجمعه لها نكهه خاصه سرا مريم نمبر 1 وروح ودني للماعين. لو بنتك بقت تشيلها انا راح اغسل من التعب. باي باي. هلا باي باي. يلا مريم امشي خلينا نشيلهن. يلا هلا بالمعدله. هلا 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 يا ورده. بالعافيه بالعافيه يا ورده الورود. يا شكرا باع. بس خل احكي معلومه واحده. علي ومريم ما يحبون ياكلون الا التمن يصير ثلج. صح علي لا لا؟ ليش دامتك شبين الاواخر؟ علي ما يحب الاكل حار يا جماعه. وانا احب اصبر من الاكل الحار لازم يكون دافي الى بارد. واني اعشق الاكل النار. يشوي يشوي. يلا اتغدى. لا تشيلي غراضك ولا تقعدين ويانا. باع النداره باع النداره. لا لا ما اعرفها المريم ما اعرفها. هو حرفيا احنا هاي قعدتنا كل جمعه هنا. مريم مرات تتفيك. مريم اقدم لكم هاي الصفحه الا عن ميزه حبيت غضيت معي بالبيت. بس انا قلت لها السرعه السجده ليش ما راح نتغدى بغرفه مريم؟ حرامات حرامات حتى نوسخها همينا الغداء. ورا الغداء راح نطلع للقهوه انا ومريم وسراء نطلب لنا شيء حلال لازم تقولي حلاوه. وانا موجه وامي حلا وانت حلا. علي ما تقول لي وينك وين صرت؟ ليش ما ناخذهم ويانا للقهوه؟ وهناك هم يحطوننا. مريم تقول عندنا رعد هم راكبين القهوه. هذا الركب بس يقطع الشياء بالمعونه. وانا اطلب شاي هذا الشاي ما دوبك تحبين الكيك هذا الكيك بالبيت. ويوميا تنجب 200 ليره بالقهوه على مالنا. هاي هذا كله جاهز. ابو فليس عادي شنو صايره ابو فليس لافت حتى الطلعه ما اريدها بشوفها. كتنا دزت موطه ها السنه؟ اي مريم اختارت موطه. اختارت موطه مريم وصلت لها تريد تبرد يمكن محتره. انا علي طلبنا بس مي. بس مي؟ ما شاء الله. الكيكه ما انتش بالبيت من نرجع ناكلها؟ هي شو وحده تطلب الطلب مالتها السرا وتروح تقعد بحدها تروح تقعد بحدها اللي شفت شنو انت ليش عايفتني انا وامك وقاعده هنا انا بحدك ليش اقعد يم مرتي ما تريدين اقعد يميك ما تريدين اقعد يمك سرا ليش لا الطلب مال السرا طبعا اجي زين بالعافيه الطلب هذا الحلو ها حياتي شبعتي من الموطه ايوه تريدين تريد تاكل ويا تسرع طبعا مريم تحير تحير شتاكل اليوم بدنا منا يلا كلي ويا امك جينا للبيت طبعا من بعد فرطوا الى انا ومريم وسرا تبهذلنا كلش تعبنا يعني جدا هذا روتيننا كان من الصبح لحد الليل لهنا انا وصلنا لنهاية الفيديو. ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم. لا تنسونا باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. وين مريم؟ مريم يمكن نسيناها برا ترى شنو هاي ايش تسوي؟ عيب قدام العالم يا راح تبدلينه حبيبتي عيب ولا حي يلا احنا اسفين
بس قولي لهم باي باي لين وصلنا لنهايه الفيديو. باي باي، مع السلامه. مع السلامه، نشوفكم بالفيديو الجديد.